إلى سلسلة فاجعة مستشفى ابن الخطيب تضاف قصة محمد جابر التميمي الذي لم تكف دموعه عن النزول منذ الحادثة المروعة. محمد الذي يعيش في منطقة حي النصر شرقي بغداد فقد زوجته التي رافقت أخته من الرضاعة المصابة بوباء كورونا في مستشفى العزل بابن الخطيب. ولم يتوقف المصاب عند هذا الحد، فأخته من الرضاعة المصابة وابنتها كانتا ضحية ألسنة اللهب والنيران. طب دق علي نسيبي هذا قال الحق احترقت المستشفى، انفجرت المستشفى والنسوان كلها راحت، زوجتي ورضيعتي وبنت اختي، فرحنا نركض يابا وين؟ قالوا الاسعافات جاي تنقل المستشفى الزعفرانيه وقسم بيها توزع المستشفى الكندي. اول ما جينا دورنا الجثث، نص الجثث ما تبين، يعني عباره عن جمجمه ومخ ومصارين، يعني شيء ما يتوقع وشيء ما ينشاف وشيء يعني لحد الان انا عقلي ما يشتغل الشيء على شفته. ضليت ادور عليه، هو يدور ونسابته وياي يدورون، ندور اريد اباوع على رضيعتي على مرتي على بنت اختي، بس خلنا نعرفهم. دورنا مستشفى الزعفراني، الثلاجة انترست. ولهول الحريق لم يبق من ملامح الجثث شيء، حتى كانت أسنان الضحية هي السبيل الوحيد لتحديد هويتها. احنا بالنسبة لجثثنا ما عرفنا إلا من خلال يعني ملامح بسيطة، قسم يعني واحدة من بناتنا احنا عرفناها بس من سنونها، سنونها متراكبة يعني جسمها رايح متفحم، ماكو شيء ضار بها، وأمها هم نفس الحالة، يعني ما تعرف الجثة نهائيا، ملامح كلش بسيطة، ومن خلال الأم عرفنها خواتها بالضبط، والله احنا ما عرفنا. كل من شهد الحريق أكد أن مستشفى ابن الخطيب غير مهيئة لهذه الحوادث وتفتقر إلى الوسائل اللازمة لتفادي الكوارث، ما ينقل القضية من التقصير إلى الإهمال والاستهتار بحياة المرضى. التقصير وزارة الصحة هيك مكان وهيك مستشفى ضخم، كان المفروض أن تخلي سيارة أو سيارتين إطفاء، سيارة دفاع المدني، لأن أنا كمواطن عادي هسه إذا أريد أخمد نار حتى لو أخمد يكون مو طريقة صحيحة، لأن ما معروف، بس لو كان أبو دفاع المدني كانت تلافاها هاي الواقعة. فاجعة مستشفى ابن الخطيب وحدها مسلسل ألم يعج بعشرات القصص المأساوية من يوميات العراقيين.